على السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أخوي أبغى عن الدهون الثلاثية والكوليسترول. يا سلام، ما عندك ثوم أو خل الثوم؟ لا أنا المشكلة معي معدة ما بتحمله لا ثوم. طيب إذا بديله ورق الزعرور، ورق الزعرور، أوراق الزعرور، بناخذ منها ملعقة على كوب من الماء، بنستخدمها مرتين باليوم لمدة أسبوعين، واسمعيني بعد الاتصال. شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. أيضا بناخذ قطعة من الباذنجان، قطعة من الباذنجان، قطعة لا مقلية ولا مسلوقة مثل ما هي بقشورها، بناكل قطعة صغيرة كل يوم، بتاخذ الدهون، تمتص الدهون والماء المحتبس، وأيضا للنحافة مفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى لمدة 30 يوم، فوائدها جدا عظيمة. وروحوا هات الاتصال. عبد الله المملكة الأردنية الهاشمية، السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا عبد الله. خبير من شان الله، عندي الرهاب الاجتماعي ذبحني. خوف وعندك وسواس؟ نعم. يعني وصفوا لك اياه انه هو وسواس قهري؟ عندي وسواس ذبحني جدا، وسواس ومع خوف وفي قولون عصبي. اوكي. بتحس اذا بنحط او انت بتحط اصبعينك على السرة في دقات القلب في بطنك بتحسها احيانا؟ نعم 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 نعم. طيب وروح اسمعني من خلال جهاز التلفزيون. شكرا لاتصالك يا عبد الله. اذا القلق، الخوف، الوسواس، الوسواس القهري اللي بكسر العصبي، عشبة الزيزفون أو أوراق الزيزفون بناخذ ملعقة منها على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن، تترك ربع ساعة، تشرب مرة صباحا ومرة آخر النهار. كوب الصبح بخليك تهدى طول اليوم، الكوب اللي آخر النهار بخليك تنام وتكون رايق وهادي بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا للرهاب الاجتماعي والقلق والوسواس والوسواس القهري، التلبينة اللي أوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي طبيخ الشعير والعسل واللبن، تحلى بالعسل. للخوف والقلق والاكتئاب، ومجمة للفؤاد وللبدن وجالب للنوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الأعشاب عشبة المليسة أو أوراق المليسة، مهدئة سلسة حتى بتخلصنا من الغازات ومفيدة للقولون العصبي. بناخذ منها ملعقة على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن، استخدامها مرتين باليوم. وروح وهاتوا الاتصال. ويا ياسمين ويا جزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خبير بدي وصفة لتصغير الأرداف. تصغير الأرداف، زيت الزنجبيل، زيت الزنجبيل تدليك، وبنحضر كيس من النايلون، بتلف المنطقة المراد انه نتخلص من سمنتها، وبتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ايضا زيت الزعتر، زيت الزعتر، هذه وصفة ثانية. زيت الزعتر وزيت الكافور بيعطوك نتائج مرضية بإذن الله سبحانه وتعالى. وشكرا لاتصالك. مع الحركة حركات الرياضة، نشد العضل. وهات الاتصال. وأنا السلام عليكم. ويا نايف المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ الله يسلمك. يعطيك العافية ويعطيك الإسلام والمسلمين إن شاء الله. يا ربي. أنا خبير الأعشاب حسن خليفة، تفضل. أي معاك أبوي، بغيت وصفة لعلاج السكر والغازات. ويا سلام، الغازات أبشر. شكرا لاتصالك وتواصلك معنا. راح أعطيكوا أكثر من وصفة، لكن في نهاية الحلقة، أعشاب كثيرة بتخفض السكري، منها الحلبة ومنها القرفة. الحلبة والقرفة بخفض السكر، حتى لو أخذنا من القرفة اللي هي الدارسين قدر 4 ملاعق ويا كيلو من العسل، لأنه مريض السكر محروم من العسل، فبالتالي بنضع إما الحلبة أو القرفة اللي هي الدارسين قدر 4 ملاعق بكيلو العسل عشان تعطيك نشاط لكل شيء، فبالتالي بتخفض السكر. أيضا أوراق الملفوف اللي هي أوراق الكرنب بتخفض السكر وبتستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا ورق الزيتون منقوع أو مغلي، أوراق الزيتون إلها فوائد جدا عظيمة، غير أنها بتعدل الضغط وبتنظم دقات القلب وحتى مطهرة للجهاز الهضمي ومفيدة للقولون بإذن الله سبحانه وتعالى، وبتعدل السكر على مدار الاستخدام. أيضا اللي بخفض السكر الترمس المر، أنا بحب أخلط الترمس المر المطحون بقدر متساوي، يعني قدر أوقية من الترمس المر وأيضا الحلبة، نخلطهم 2 مع بعض،
وملعقتين من الجينسنج، بودرة الجينسنج هذا بتفيدك كرجل لأنه بصير فيه مشاكل من مرضى لمرضى السكري. بناخذ منها ملعقة صغيرة على علبة لبن طيبة، اخلطها وكلها كل يوم مرتين واستمر عليها وراجع وتابع طبيبك وشكرا لك.